السلام عليكم الحدقات. الا ما عندكم لا دجاج لا لحم في الثلاجه، هذا ما كيعنيش انكم ما توجدوش هوا تكون لذيذه اقتصاديه وفي نفس الوقت راقيه. عندي ليك جوج ديال الحوايج، شيوه سهله وفرصه لربح هديه رائعه في هذه الحلقه. تفرجي، شاركي، بارطاجي باش تحاولي تكوني انت هي طوب حاديه الفائزه في هذه السيمانه. الشيوه اللي غنقترح عليكم هي مسمن معمر بالخضار والفرماج في الفران. باش نوجدوا هاد الشيوه غادي نحتاجوا فلفله حمراء مقطعه طريفات، فلفله صفراء مقطعه طريفات، بصله مشلضه، جوج قرعات محكوكين، جوج خزوات محكوكين، جوج معالق كبار ديال المعدنوس مقطع، 80 غرام فرماج محكوك، 3 كيسان عنبه ديال الدقيق، كاس عنبه ديال الفينو، ملعقه كبيره ديال الزيت، ملح، نصف ملعقه صغيره ديال السكر سنيده، بيضه، معلقه صغيره صلصه الصوجا، خماره ايديال، ودام تيغنمي. وها هو ملخص المقادير على الشاشه. ندوزو للتحضير. ناخذ مقله نديرو فيها شويه زيت العود، نزيدو عليها البصله، الفلفله الصفراء والفلفله الحمراء، ونحركوهم ونخليهم يتشحروا مع التحريك المستمر. من بعد نزيدو القرعه وخزو ونخليهم حتى هما يتشحروا. نضيفو المعدنوس نزيدو عليهم دام تيغنمي ونخليو الحشوه تنشف من الماء ونطفيو عليها ونخليوها تبرد مزيان. في قصريه نغربلو الدقيق والفينو مع خمارة ديال الإيديال، نزيدو معلقة صغيرة ديال السنيدة، قبصة ديال الملح، ملعقة كبيرة ديال الزيت، بيضة، ونجمعو العجينة بشوية ديال المدافي حتى تولي رطبة وما تبقاش كتلصق. ندلكوها مزيان ونخليوها ترتاح 10 ديال الدقائق. ها هي العجينه ديالنا بعد ما ارتاحت. كندهنوا يدينا بشويه الزيت ونقسموا العجينه على شكل كرات صغار. نغطيهم ونخليهم يرتاحوا لمدة 15 دقيقة. ندهنوا طاولة العمل بالزيت ونطلقوا العجينة وحنا كنجروا بالأصابع ديالنا من داخل للجوانب. وكنصحكم الحدقات رقوا العجينة مزيان حتى تقرب تبان لكم طاولة العمل من التحت باش يجي المسمن مورق ومقرمش. ندهنوا بشويه الزيت ونحطوا الحشوه والفرماج ونقادوا مزيان العجينه على الطول ونجمعوهم بهذا الشكل باش يجيونا المسمنات مقادين. نستفوهم فلاطه ديال الفران فيها ورق الطبخ ونحاولوا نضغطوا عليهم شويه من الفوق ونطيبوهم على درجه الحراره 180 لمده 20 دقيقه. من بعد 20 دقيقه كنخرجوهم من الفران، كندهنوهم بخليط البيض والصوجه
ونردوهم للفران لمدة 2 دقائق. وملي نخرجوهم نديرو فوق منهم شوية الفرماج محكوك والقليل من البافو. وها هما السمنات بعد ما طابو نقدموهم مع شوية الخس، ريحتهم كتشهي وتبرعوا بهم وحدهم سخان. وبالصحة والراحة. نرجعوا للمسابقة ديالنا، باش تحاولوا تربحوا الهدية هاد الأسبوع جاوبوا على السؤال اللي في الرابط أعلى الفيديو. كيفاش استعملنا خيزو؟ واش استعملناه محكوك، مربعات أو مسلوق؟ دعمكم لينا كيعطينا إرادة قوية باش نزيدوا القدام ونجيبوا لكم كل ما هو جديد في عالم الطبخ. كنتمنى تجربوا هاد الوصفة وتردوا علينا، وما تنساوش تزوروا موقع قناتكم طب حدقة وتابعونا على الفيسبوك والانستغرام واليوتيوب.